مشاهدينا بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال جريء. حلقتنا اليوم حنكمل فيها النقاش عن مفهوم الخلاص بين المسيحية والإسلام. احنا عارفين تكلمنا في هذا الموضوع قبل حلقتين، واليوم سنكمل هذا الموضوع لأنه في أسئلة كثيرة ما تجاوبش عنها، وفي أسئلة كثيرة لازالت مطروحة، وهنحاول نشرح الموضوع ببساطة للمشاهد، ونحاول نقارن بعض المفاهيم الإسلامية مع مقابلتها في المسيحية. معي الشيخ صموئيل في هذه الحلقة أيضا، مرحبا بك. أهلا بك يا رشيد، ربنا يباركك ويبارك حياتك ويبارك هذا البرنامج عشان نوصل الحق الكثيرين من المشاهدين حول العالم. أشكرك. بمناسبة الحلقة الماضية لما تكلمنا عن تصريحات الدكتور زغلول النجار اللي أدلى بها لقناة الجزيرة، توصلنا بإيميلات كثيرة في هذا الموضوع، أشكر كل المشاهدين. وأيضا في تطورات، يعني اليوم أنا بقرأ مثلا في مقال حعرضه للمشاهدين عن جريدة المصريون، يقول المقال بعد تصريحاته عن التنصير، يعني الدكتور زغلول النجار ومقتل قسطنطين، الأوقاف تستبعد الدكتور زغلول النجار من ملتقى الفكر الإسلامي لاعتراضات أمنية. ويقول أيضا المقال أنه تم اتهامه بإثارة الفتنة الطائفية بعد أن أدلى بتصريحات صحفية بوجود مخططات للتنصير في مصر وتورط الكنيسة في ذلك الأمر. هذا يعني خطوة إيجابية جدا من الأزهر أنه يستبعد الدكتور زغلول النجار من ملتقى فكري أو ملتقى الفكر الإسلامي. ومعنا المستشار نجيب جبرائيل للتعليق على الموضوع. أهلا بك ساعة المستشار. مساء الخير أخ رشيد، مساء الخير شيخ صمويل. مساء الخير. أولا أنا بشكر قناة الحياة برنامج سؤال جريء على اهتمامها بهذا الموضوع الأسبوع الماضي. أشكرك. الحقيقة يعني بداية أن احنا بنسجل كل التقدير لموقف وزارة الأوقاف اليوم كما نشرته جريدة المصريون باستبعاد الدكتور زغلول النجار من ملتقى الفكر الإسلامي. والحقيقة ده ملتقى بينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بساحة الإمام الحسين طوال خلال شهر رمضان، والمرة الأولى ومنذ عدة سنوات يستبعد الدكتور زغلول النجار من هذا الملتقى. وكما نشرته الجريدة أيضا هو تم الاستبعاد بناء على توصيات جهات أمنية. طبعا للمشاهدين يعلموا يقينا أن زغلول النجار سبق أن اتهم الكنيسة بوجود مخطط للتنصير وأسلمة الفتيات وتسفيرهن للخارج، كما أيضا اتهم المسيحيون بأن كتابهم المقدس الذي بين أيديهم اليوم هو كتاب محرف، وصف الكتاب المقدس بالكتاب المقدس. وأخيرا ومنذ أسبوع أو أيام قليلة اتهم الكنيسة بإخفاء وفاة قسطنطين في دير الأنبا بشوي وقتلها على أيدي الكنيسة، رجال الكنيسة، عندما رفضت العودة إلى الإسلام مرة أخرى. فما يعني أتاه زغلول النجار لحقيقة الأمر أن يشكل تهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والذراء الدين المسيحي. لكن أنا أشكر الحقيقة وزارة الأوقاف لأنها غلبت المصلحة العامة صرف النظر عن الأقباط أو المسلمين، غلبت المصلحة العامة وغلبت الحفاظ على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية في مصر. سعادة المستشار، أنا بسألك سؤال، يعني إيه الخطوات القانونية؟ يعني لما الشخص يطلع على قناة عربية ملهاش علاقة بالدين خالص، يعني ويبدأ في إطلاق تصريحات يعني من غير دليل ولا برهان ولا بشكل علمي، ويستهزئ من كتاب المسيحي المقدس على أنه رسالة من شخص بيقول خل تسلمي لي على عمتي وبعتك 2 كيلو برتقال، يعني كلام حتى لا يمت للعلم بصلة. إيه موقفكم كرجال قانون تجاه تصريحات من هذا النوع؟ في حقيقة الأمر الدكتور زغلول النجار كانت فهم الكنيسة بصارة الفتنة الطائفية وأنها تنص للفتيات، وايضا الكتاب المقدس وصفه بانه مزور، وايضا حينما يعني ادعى ان وفاة قسطنطين قتلت، الحقيقه الامر لم يقدم دليلا حتى الان او مستند، وهذا ما كتبه الدكتور محمد الباز وهو من الصحفيين الكبار في جريده الخميس، وقال ان زغلول النجار كل مره يقول انني علمت بطريق غير مباشر، وقال بالحرف الواحد كما لو كان الدكتور زغلول النجار يريد ان الكل يدخلون الى الاسلام، وهذا يعني ده كلام الدكتور محمد الباز، وقال ان كما لو كان بهذا يتقرب الى الله.
فالحقيقه انا كرجل قانون وكرجل حقوقي بصرف النظر عن انا مسيحي او غير مسيحي تقدمت ببلاغين، الاول الى النائب العام منذ عده اشهر اتهمت فيه بازدراء الدين المسيحي، والبلاغ الثاني منذ ايام اتهمت فيه بالادعاء كذبا ومحاوله اثاره الفتنه الطائفيه حينما ادعى ان وفاء قسطنطين قتلت، ولم وللاسف الشديد لم يقدم دليلا واحدا، حتى ان بعض الكتاب الاعمده في الاهرام وفي الاخبار وفي الصحف الكبرى قالوا له اين دليلك يا دكتور زغلول نجار؟ صح. طيب انا اشكرك سعاده المستشار، واشكر الازهر لانه اتخذ موقف جريء كهذا يحسب له في الحقيقه، ونشكر كل المسؤولين. يا ريت يعني حوارنا يرقى لمستوى مش هذا المستوى الذي يريد ان يجرنا اليه الدكتور زغلول النجار، هو مستوى دنيء ولا يمت للعلم بصله على اي حال. وانا اشكر توضيحاتك سعاده المستشار. أشكركم مرة أخرى برضو، أكرر شكري وتقديري للأزهر ووزارة الأوقاف. أشكرك. طيب وأهل المسلمين بشهر رمضان. أشكرك. إيه تعليقك الشيخ سموي؟ يعني بنتظر وأتوقع أن الدكتور زغلول النضار يعتذر عن الأخطاء اللي هو قالها في حقنا واتهاماته الباطلة، ياريت يتواضع ويقدم اعتذار حتى كلنا نعيش في سلام، وممكن نجري حوار على أي موضوع هو بيحب يتناقش فيه، لكن بلاش الاتهامات بدون دليل وتكيل الاتهامات بدون حقيقة. ولحد الآن قناة الجزيرة تلتزم الصمت، يعني طبعا لأن المسيحيين مش حيفجروا سفارات، مش حيحرقوا أعلام، مش حيعملوا مظاهرات من هذا القبيل. يبدو أن قنواتنا العربية تخاف مش انطلاقا من مبادئ تعتذر، هو انطلاقا من خوف. نحن طبيعة الحال سنستمر في احتجاج سلمي، سنصلي من أجل دكتور زغلول النجار، نصلي من أجل قناة الجزيرة، نصلي من أجل جميع الناس بطريقة مسلمة، سنواصل الاحتجاج لأنه هذا عمل غير علمي غير أخلاقي. وحتى لو كان الدكتور زغلول النجار عنده رد، يا ريت يورينا رده على الحلقة وعلى الكلام اللي قلناه. إذا عايز يعرف إحنا مشركين ولا لا يرجع للحلقة 64 في سؤال جريء، قدمنا دراسة كاملة عن التوحيد الحقيقي في المسيحية، وقلنا أنه هو مش توحيد مجرد لكن توحيد جامع. وممكن حضرتك أو أي حد من إخواتنا المسلمين يرجع لهذه الحلقة 64 ويشوف معنى التوحيد. طب خلينا نخش في الموضوع اليوم. معنا كمان مفاجأة اليوم، أنه سيكون معنا على الهاتف الدكتور لبيب ميخائيل، الدكتور القس لبيب ميخائيل، يمكن يسمعني الآن. أهلا بك. أهلا بك. أشكرك. ما سمعتش أول الجملة، أهلا بك مرة ثانية. أنا سعيد أن أكون معك النهاردة، الرب معك. أشكرك. طيب نبدأ موضوعنا. قبل ما نبدأ أنا بشجع المشاهدين، جرة العادة نطلب منهم، في مسلمين كتير في الحقيقة، مئات وآلاف من الناس تطلب الخلاص وتتبع السيد المسيح في كل مرة، يعني أنا بسمع أخبار مفرحة من كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي. أنا بشجع كل واحد يشوف حلقتنا اليوم والرب لمسه أو تعامل معه وهو جاهز يكون من أتباع السيد المسيح، يبعث لنا رقم 7 على الاسماس اللي يظهر على الشاشة، حتى أنه واحد من أعضائنا يتصل به ويصلي معاه ويشجعه ويثبته وينصحه ويقدم له الاستشارة اللازمة. طبيعة الحال نحن يعني بعض المرات نتأخر في الرد على الإيميلات، في الرد على المكالمات، لكن نظرا لحجم المكالمات وحجم الرسائل اللي توصلنا عذرونا وسامحونا، نحن نحاول قدر الإمكان نرد على كل واحد بحسب طاقتنا. الشيخ صموئيل، أول حاجة كان عنا اعتراضات من الحلقة اللي فاتت أو قبل اللي فاتت عن موضوع الخلاص، كيف يمكن لله أن يعاقب مرتين؟ هتسامحني نخلي السؤال يوصل للدكتور لبيب ميخائيل في الأول وبعدين أنت تعقب عليه. تفضل الدكتور لبيب ميخائيل. موضوع العقاب مرتين، هل يعاقب الله الخاطئ على خطيته مرتين؟ أيوة. ألم يكفي أن يسوع سدد أجرة الخطية، فلماذا يعاقب الخاطئ على الخطية والمسيح قد سدد أجرتها؟ الرد في منتهى البساطة، هناك فرق بين العقاب الأبدي والعقاب الزمني. العقاب الأبدي رفعه المسيح بموته على الصليب، عندما مات المسيح على الصليب رفع غضب الله عنه،
رفع العقاب الأبدي عن الذين يأتون إلى المسيح ويقبلونه، ولكن العقاب الزمني استمر على الإنسان الخاطئ. فمثلا اللص على الصليب قال للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، صح. وقال له المسيح اليوم تكون معي في الفردوس، مدبوط. ولكنه لم ينزله عن الصليب. مم. ونفس الصورة مع داود، داود اعترف بخطيته وقال له ناثان النبي الرب قد مقل عنك خطيتك لا تموت. ومع ذلك فأن الرب أوقع عليه عقابا فظيعا نتيجة خطاياه. ابن الطفل مات، أمنون اعتدى على ثمار أخته، أبسالوم قتل أمنون، أبسالوم حاول أن يأخذ الملك من أبيه، وهكذا استمرت سلسلة العقوبات الزمنية على داود، مع أن العقوبة الأبدية قد رفعت عنه. فليس هناك أي نوع من التعارض في الموضوع، العقوبة الأبدية رفعت في الصليب، أما العقوبات الزمنية فتبقى لكي يعلمنا الله أن الخطية خاطئة جدا. أشكرك على هذا التوضيح الدكتور لبيب، ونرجع للشيخ سموئيل، هل من إضافة في الموضوع حتى نتعمق؟ في ناس كثيرة مش قادرة تدرك أن اللي يزرعه الإنسان إياه يحصد، ففي نتائج لكل غلط إحنا بنعمله، صح. حتى مع وجود الغفران في نتائج لكل غلطة إحنا بنرتكبها، صح. فاللي حصل مع داود هو نتيجة لأخطاء هو عملها، فحصد ما زرع. طيب في سؤال تاني يعني الواحد بيتساءل ويطرحه، لماذا الفداء هو الطريق الوحيد للخلاص؟ يعني احنا وكأننا نحن المسيحيين بنعقد الأمور، يعني في كتير من الناس بيقولوا انتم معقدين الأمور وعاملين الخلاص معقد قوي. لا، ممكن ربنا يغفر بطرق كتيرة، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت انه في الإسلام في يعني طرق لا تعد ولا تحصل الغفران والكفارة، فليه في المسيحية الفداء هو الطريق الوحيد؟ يعني لعدة أسباب، لأن ما فيش حد مات من أجلنا غير المسيح. السبب الثاني لأن المسيح بنفسه هو قال كده في يوحنا 14:6، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الله إلا بي، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. حاجة الثالثة، لأن أجرة الخطية هي موت، ده حكم الله مش حكمنا من الأول في تكوين الله، قال لآدم يوم تأكل منها موتا تموت، يعني أنت بنفسك تسمح للموت أن يدخل إليك. وكرر نفس الحكاية تاني في حزقيال 18:20، النفس التي تخطئ هي تموت. وفي العهد الجديد في رومية 3:23، أجرة الخطية هي موت. فإذا ما فيش حد يقدر ينقذني من الموت غير المسيح. طيب دكتور لبيب، يعني ما تعليقك، لماذا الفداء بالضبط؟ لا يمكن أن الله يغفر للإنسان بطرق أخرى، لماذا حصرنا الله في طريق واحد؟ يعني أولا يجب أن نضع في أفكارنا فكر مهم جدا، أيوة. لماذا سمح الله بسقوط الإنسان من بداية الأمر؟ أيوة. أن الله كان في قدرته أن يحفظ آدم وحواء من السقوط ومن غواية الشيطان، لكن الله سمح لآدم وحواء بالسقوط لكي يثبت حرية إرادة الإنسان، وفي نفس الوقت استخدم الله هذا العصيان لكي يعلن محبته للإنسان. الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فكان هناك طرفان، الطرف الأول هو خطية الإنسان وهي الخطية التي أنتجت الموت، وموتي أنا وموتك أنت وموت كل إنسان على الأرض دليل قاطع على أننا ورثنا الخطية
في أجسادنا وفي حياتنا. خليني أسألك دكتور لبيب، في كتير من المسلمين يعني بيعترضوا على الحتة دي، يعني إحنا ورثنا الخطية إزاي؟ يعني واحد يعمل الخطية وواحد يتورط فيها، أنا مش موافق مع الفعل اللي عمله مثلا آدم في أنه أخطأ تجاه ربنا، فلماذا أتحمل أنا وزر ما عملتوش؟ آدم عندما أكل من الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، حدث في حياته الجسدية تغييرا بيولوجيا، اتفتحت عينيه وعرف أنه هو عريان وأن حواء عريانة. وبهذا الانفتاح في عينيه تعلم الفرق بين الخير والشر. عشان كده الله أوقع عليه حكم الموت في الحال، انفصلت روحه عن الله. ولابد لكي يعود الإنسان إلى الله، الإنسان فقد مكانته بالعصيان، لابد أن يعود بالإيمان. الإيمان في مين؟ الإيمان في المسيح الذي مات على الصليب. ولماذا المسيح فيه الكفاية؟ لأن المسيح هو خالق الإنسان. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. الكل به وله قد خلق، باعتباره خالق البشرية كلها فهو أكثر قيمة من كل البشرية. فلما مات على الصليب سدد أجرة خطية جميع الذين يؤمنون به. طيب خليني أسأل الشيخ سموئيل، في المرة اللي فاتت أيضا أحد مشاهدينا سأل لماذا يتوقف الغفران على قبولي للمسيح كمخلص وفادي، يعني لماذا بتوقف على النقطة دي بالذات؟ هو ده سؤال الأخ الصديق الشيخ وليد، تحية ليه، هو سؤال عملي جدا. دلوقتي أنا علي حكم بالموت، فإذا في حد تاني ممكن ينقذني من الموت يبقى ينفع حد تاني، لكن إذا ما فيش حد غير المسيح هو اللي مات فدية، قدم نفسه فدية عشاني وعشانك وعشان كل العالم، يبقى ما فيش غير شخص المسيح. ليه؟ لأن الله منزه عن أن أي صفة من صفاته تاخد مكانة أعلى، فعدل الله يتطلب تنفيذ الحكم، ورحمة الله تتطلب إنقاذ الإنسان، وصدق الله يتطلب أن الله ينفذ كلامه اللي قاله أن موتا تموت. طب نعمل إيه في المشكلة بتاعتنا؟ أن المسيح مات حتى ينقذنا، ففي موته دفع ثمن الخطية، من أجرة الخطية موت، هو مات، يبقى إذن العدل أخذ حقه. وفي نفس الوقت لكونه أحبنا فضلا، يقول لك كده، ولكن الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. يبقى إذن في محبته قدم نفسه بذاته ومات من أجلنا، فرحمته هتحققت تساوت مع عدله، مع عدله. وفي نفس الوقت بقى هو الله الصادق اللي قال ان النفس التي تخطئ هي تموت، نفذ كلامه. يعني يبقى إذن دورنا النهارده ان مفيش اي امكانيه ان حد ينقذ من الخطيه الا اذا قبلنا شخص المسيح كفادي وكمخلص، لان تحقق فيه العدل، وتحقق فيه الرحمه، وتحقق فيه صدق الله. هل في ادله على ان المسيح مات موت كفاري عننا؟ لا، ممكن يعني ممكن حد يقول، يعني اي شخص بعيد ومش مؤمن، ده ممكن حد يعني جدف على الله، أخذوه اليهود وصلبوه، عمل جريمة واستحق العقاب عليها ومات. نعم. يعني ليه بالضبط احنا بنعتبره موت كفاري؟ ده ممكن يكون في ملايين المجرمين بيصلبوا، وفي ملايين الأبرياء أو آلاف الأبرياء من الناس بتنفذ فيهم عقوبات، ليه بالضبط؟ هل عندنا دليل أن الموت ده كان كفارة لأجلنا؟ أولا المسيح بنفسه قال كده، أن هو مات كفارة عننا. والرسل، رسل المسيح الصحابة قالوا كده، سواء بطرس أو يعقوب أو يوحنا. خليني أقول لك بعض الشواهد اللي ممكن تساعدنا
نرجع ليها. يعني في رسالة بطرس الأولى 1:10 مش بس بطرس قال كده، ده بيورينا ان كل الانبياء اللي في العهد القديم هم اتكلموا عن خلاص المسيح. بيقول ايه؟ الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليسوا لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون. يعني كل خدمة الأنبياء في العهد القديم كانت للإعلان عن كفارة المسيح. وفي نفس الرسالة وفرضه في أصحاح 1:18-20 بيقول كده: لا افتديتم لا بفضة أو ذهب من سيرتكم التي تقلدتموها من الأباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. ونفس الرسائل في رسالة الرسول يوحنا وفي أصحاح 4 رسالة الأولى 10 يقول كده: في هذه هي المحبة، ليس أننا أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل المسيح كفارة لخطايانا. وفي نفس في رومية 3:24-25 بيقول كده: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. سامحني أنا بشوف يعني كتير من المنتديات وبخش على الإنترنت وبقابل ناس وبتحدث معهم بناقش معهم المسلمين بالأخص، يقولون أن المسيح ما تكلم أبدا على أنه موته سيكون كفارة عن الناس، دي اختراع من بولس وافتراء منه، دي عقيدة مخترعة أتى بها بولس بخليط من يعني وكأنه فكر مستحدث مش فكر أصيل من الكتاب المقدس سواء من العهد القديم أو من أسفار تانية، ده فكر بولسي خالص جابه ويعني دخلوا إدخال في الكتاب المقدس. أنا ذكرت في الحلقة قبل الماضية عدة شواهد المسيح بنفسه قالها، وأذكركم مرة تاني بمرقس 10:45 بيقول إيه؟ أن ابن الإنسان لم يأتي، ابن الإنسان اللي هو المسيح يعني لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يبقى كلمة البذل هنا هو بيتكلم عن الصليب أو الفداء أو الكفارة. هو بيقول عن نفسه كده وقال في يوحنا 10: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه. وقال في لوقا 19:10: ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. وقال في يوحنا 3:14-16: كما رفع موسى الحية في البرية ينبغي أن يرفع، يعني يصلب، كلمة يرفع يعني يصلب ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة. في العشاء الرباني قال في كل الوقت، ما هو قال في يوحنا 6:51: الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. خليني أسأل، ففي آيات كثيرة المسيح قالها. أسأل الدكتور لبيب، أنت من الأوائل اللي تصدوا للفكر الإسلامي وعملت كتب كثيرة في هذا الموضوع، فهل ما ردك على الناس؟ أكيد أنت قابلت أسئلة من هذا النوع. أنا عاوز أقول إنه الإنسان فقد مكانه مع الله بالعصيان. أيوة. فلا بد أن يعود إلى الله بالإيمان. أيوة. ما إيمان في من؟ الله قال للإنسان: أيوة. أنا سأرسل ابني ليموت على الصليب. إشعياء 53 بيتكلم: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، هو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. كلنا كغنم ضللنا. أيوه. ملنا كل واحد إلى طريقه. والرب وضع عليه اسم جميعنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازية. أيوه. وبعدين
جعل مع الأسرار قبره ومع غني عند موته. النبوة دي في 53 من سفر إشعياء بترسم لنا سبب موت المسيح على الصليب. أيوة. وفين الدفن بعد ما مات؟ الدفن في قبر رجل غني وهو يوسف الرامي اللي راح طلب جسده من بيلاطس، فتمت النبوة بحذافيرها وبدقة متناهية في شخص المسيح. على الإنسان الخاطئ الذي يريد أن يخلص أن يصدق ما قاله الله. فالإيمان ضرورة، والإيمان معناه قبول الذي مات من أجلي على الصليب فاديا لي. وعشان كده بيقول بولس ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يعني بولس بيقول لو كان المسيح جاء إلى الأرض ولم يجد إلا بولس كان مات لأجل بولس عشان يخلص بولس. فمن يريد أن ينال الخلاص عليه أن يقبل عطية الله. عشان كده من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. وبعدين في خليني أنتقل دكتور لبيب، خليني أنتقل للشيخ صموئيل لأنه عندنا أسئلة كثيرة في هذا الإطار، نحب يعني قدر الإمكان نحيط بها. فكيف يعني الشروط؟ احنا عارفين انه الان عقيدة الفداء هي عقيدة مؤصلة في الكتاب المقدس، تحدث عنها العهد القديم، تحدث عنها المسيح نفسه، تحدث عنها الرسل، في اشارات كثيرة يعني من غير عدد ولا حصر، رغم يعني البعض بيحاول يحصرها في الرسول بولس. انا عارف شخصيا هي ممتدة على الكتاب المقدس كله. ايه الشروط اللي المفروض توفرها في الفادي بناء على فكر الفداء في الكتاب المقدس؟ أول شرط، ما ينفعش أي حد يفدي إنسان إلا إذا كان إنسان. يعني الإنسان هو الوحيد اللي ينفع يفدي إنسان. عندنا في مصر مشكلة صعبة قوي اسمها الصقر في الصعيد. إذا عيلة أفلام كتيرة عن الموضوع، أفلام كتيرة يقولوا على الموضوع ده. إذا عيلة قتلت واحد بالطالب ان اهل العيله يقتلوا واحد من العيله الثانيه، ليه؟ يقول لك واحد قصاد واحد. فهنا عشان نفدي الانسان لازم يكون في انسان يفدي الانسان، بس في مشكله ثانيه. طب ليه، خليني اسالك سؤال في الموضوع. اتفضل. طب ليه ربنا شرع حيوانات في العهد القديم ده؟ يعني سؤال انت مهم. انت بتقول دلوقتي انسان هو اللي بيفدي انسان. ايوه، كنا بنشوف انه في يوم الكفاره مثلا بيذبحوا حيوانات، يعني صح. مش اناس. طب ليه شرع كده وهو فكره انه انسان مقابل انسان؟ ده سؤال حلو قوي. الذبايح في العهد القديم كلها كانت عشان ربنا يعلم الانسان ان نتيجه الخطيه او اجره الخطيه هي موت. فالانسان في المرحله الاولى كان زي الطفل. انت عندك مثلا طفل عنده 3 سنين وعايز تعلمه، فبتجيب له صورة تقول له دي جمل ده أسد. فالصورة بتساعده يفهم اللي انت بتقوله. أسهل حاجة ان الله عشان يعلمنا فجاب ذبيحة عشان الإنسان يحط إيده عليها، ما كانش بيذبحها كده على طول، لا يحط إيده عليها ويعترف بخطيته، وبعدين الكاهن ياخد الذبيحة ويذبحها ويصفي دمها. فنفس الحيوان ده في دمه زي ما بيقول في لاويين 17، فلما تتذبح ويسفك دمه معناها ان نفس الحيوان انتهت، معناها بيقول انا استحق الذبح والذبيحه دي بالنيابه عني. فذبحت عشان ربنا يعلمنا ان قد ايه الخطيه خاطئه جدا واجرتها موت، ما يتهونش. وكانت في نفس الوقت اشاره الى شخص المسيح اللي هو الفادي اللي هيجي. فأول حاجة الذبايح ما كانتش بتغفر أي خطايا، مثلا في رسالة بطرس يقول لك كده إن دم سيران وتيوس وعجول لا يقدر أبدا إن هو يغفر خطايا، لكن دي كانت رمز. طب خليني يعني شفنا الشرط الأول إنه يكون إنسان مقابل إنسان. نعم. شفنا إن الحيوانات كانت رمز فقط، ما تنفعش. الشروط الثانية نكملها بعد الفاصل ونعود لتكملة هذه الحلقة. المكان الأردن، الزمان الخميس 28 أغسطس 2008، الحدث قتل مرتدة
الصحف مجرد خلافات شخصية. موعدنا مع الحقيقة الكاملة عن الشهيد رنا وموضوع قتل المرتد في الإسلام الخميس القادم على سؤال جريء. نعم، مرحبا بكم مرة أخرى في تكملة هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء. فعلا موضوعنا الخميس القادم موضوع محزن وله جانب مفرح أيضا. محزن لأنه حدثت عملية قتل شنيعة، ومفرح لأنه عمل الرب يجري بصورة عجيبة. فسيكون لنا لقاء في الخميس القادم عن موضوع شيق، صلوا من أجل الموضوع. وأيضا صلاتنا اليوم في هذا اليوم في الصلوات اللي بنعملها في شهر رمضان هي من أجل الأردن، فصلوا معنا اليوم وفي هذه الحلقة وطيلة اليوم من أجل الأردن. نكمل يعني الشيخ صموئيل في موضوعنا عن شروط الفادي. الشرط الثاني هو أن الإنسان ده لازم يكون يكفي لستة مليار إنسان على سطح الأرض النهاردة، وستة مليار في الزمن الماضي يعني 12 مليار، يعني عايزين 12 مليار 12 مليار واحد يفدي البشرية. فعشان كده كان يبقى إنسان غير محدود. عشان كده جت فكرة أو حقيقة أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. وقال الرسول بولس في رسالته لتلميذه تيمساوس في أصحاح 2 وعدد 6 الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، لأجل كل العالم. وهو المسيح أعلن كده في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم كله. يبقى الشرط الثاني يبقى إنسان غير محدود يكفي لكل البشرية. طيب دي فهمتها. أقول حاجة ثالثة، إنسان ما يكونش عمل أي خطية، لأن أنا لو عملت خطية واحدة زي ما قرينا بكده في يعقوب 2:10 إن لو أنا أخطأت في واحدة فقد أخطأت في كل الشريعة وأخطأت في حق الله وأصبح محكوم عليها بصير بالموت. أنا نفسي محتاج فداء عن نفسي. بالضبط. والمسيح مكتوب عنه في رسالة بطرس الأولى أصحاح 2 الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. وهو قال عن نفسه كده في تحدي لليهود كلهم. قال لهم في يوحنا 8 ان من منكم يبكتني على خطيه. يبقى اذن مش بس ما عملش خطيه ولا يمكن ان هو يقع في خطيه، يعني معصوم من الخطا. يبقى اول حاجه انسان، تاني حاجه غير محدود، تالت حاجه لم يفعل خطيه، رابع حاجه معصوم من الخطيه، خامس حاجه ان هو ملك لنفسه. لو انا أقدم نفسي نيابة عن الرشيد ما ينفعش. ليه؟ لأن أنا إنسان مخلوق مش ملك نفسي. ما عندك سلطان على ذاتك. ما عنديش. فعايز واحد يكون مش ملك نفسه، مش مخلوق زينا، يبقى هو يقدر يقدم نفسه لأن هو ملك نفسه. عشان كده المسيح أعلن عن هذا الحق في يوحنا 10:17 في الإنجيل بحسب بشير يوحنا، وقال كده: لأني أضع نفسي لأخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني. هو ليه سلطان على نفسه، بل أضعها أنا من ذاتي. ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أن أخذها. ولو رجعنا يا رشيد للمسيح هو على الصليب قال إيه؟ يا أبتاه في يديك أستودع روحي. هو اللي أعطى روحه للآب عشان يبقى هو مات فدية عن كثيرين. لسه عندك شروط تانية؟ في شرط سادس وسابع لو انت عايز. انسان عنده القدرة عشان يحقق مطالب عدالة الله وقداسته. ما ينفعش اي حد. دي ما فهمتهاش قوي يعني، بس ببساطة يعني عايزين نبسط الامور. مثلا يوحنا المعمدان اللي هو يحيى ابن زكريا عند اخواتي المسلمين قال كده: وذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. يبقى اذن ده الفديه اللي الله قدمها بنفسه عشان يحقق عدله وقداسته ويرضى على كل البشريه. وفي مزمور 85 عدد 10 بيقول كده: لان خلاصه قريب من خائفيه ليسكن المجد في ارضنا، الرحمه والحق التقيا. ودي على فكرة مش ممكن تتحقق غير في المسيح. الرحمة والحق، العدل والرحمة،
المحبة والعدل مش ممكن تتحقق غير في شخص المسيح اللي هو قدم نفسه لكي يفدي كل البشرية، مش عشان يعمل دين ولا يعلمنا تعليم حلو، هو جه عشان يفدي البشرية كلها. طيب هو السبب السابع وانتهي في دقيقة بسرعة. السبب السابع انه عنده القدرة عشان يمدنا بحياة روحية. بيقول كده في الإنجيل بحسب بشير يوحنا عدد 1 عدد 12 أصح 1 12: وأما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أنا وإنت اختبرنا هذه الحقيقة، وكثيرين من المؤمنين حول العالم في كل العالم موجودين، إن إحنا اتولدنا ولادة روحية، أخذنا خلق جديد، ودي الإمكانية المسيح بيعطيها لمن يقبل فداءه. طيب خليني أبدأ في أخذ المكالمات دلوقتي. نشوف إخوتنا المسلمين حيقولوا إيه. سيد عبد الرزاق من المملكة العربية السعودية، أهلا بك. السلام عليكم. سلام، تفضل. كيف حالك يا أخ رشيد؟ نشكر الرب. كيف حالك أنت؟ ضيوفك الكرام. أشكرك. أصيب أنا متابع لبرنامجك ولبرامج كثير تيجي على قناة الحياة. نعم. حاولت أتصل أكثر من مرة. أسفين يعني بعض المرات بتكون خطوط صعبة، أنا بتفق معك. شكرا جزيلا. أنا حقيقة عندي مجموعة من الأسئلة، حوالي 4 أو 5 أسئلة، أحاول إني أجيبها الآن، وأرجو إنك تسمعها كلها وبعدين أخذ الإجابة. طبعا تفضل. أوكي، السؤال الأول بدي أسأل بالنسبة لقضية تجسد الرب حتى إنه ينزل ويصلب ويغفر للجميع. أيوه. طب هل إنه ربنا ما كان عنده القدرة يغفر لنا بدون تجسد؟ يعني هو في السماء. أيوه. يقدم المغفرة لعبيده. شو كان الهدف من تجسده لحتى تتم المغفرة؟ ليش ما غفر لنا وهو في السماء؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، معي أخ رشيد؟ نعم أنا بسمعك وسؤالك حلو قوي. طيب السؤال الثاني، بعد التجسد يعني العفو اللي صار عن جميع البشر، نعم، هل تعتقد انه هذا الفداء اللي صار شال شيء اسمه رادع الخطية؟ مجرد انا امن في المسيح خلاص راحت كل في شخص بداني المخطئ وغير المخطئ واحد. أيوه. والثنين ضمنوا الملكوت. يعني ما في شيء يرجع الان. طيب في شخص بداني. طيب هذا السؤال الثاني. ممتاز. السؤال الثالث. أيوه. الان نشوف إخواننا المسيحيين بتاخذ الصليب في صلاتهم. طيب قبل صلب المسيح كيف كانت صلاة اللي اتبعوا المسيح في حياة المسيح نفسه؟ ما كان في صليب ولم يصلب بعد، هل إنه صلاتهم كانت غير صلاتهم؟ هل هناك أنواع من الصلاة؟ السؤال الثالث. السؤال الرابع، الناس اللي عاشوا قبل زمن المسيح وما آمنوا في المسيح وما أجى إنسان فداهم وماتوا بعدين اجى المسيح، ايش وضعهم؟ ايوه ممتاز. هاي اسئلتي وارجو انه انا اشكرك اخي عبد الرزاق، اسئلتك صدقني كلها في صميم الموضوع، وانا بشجع كل المشاهدين يا ريت كلهم زيك يعني يكونوا مركزين اسئلتهم في الموضوع على طول. اشكرك اخي عبد الرزاق. انا اعتقد نبدا نتقاسم الاسئله. طيب الدكتور لبيب، يعني في سؤال يعني قوي جدا انه الله تجسد او ظهر في الجسد في شخص سيد المسيح، هل لم تكن له القدرة على الغفران من غير هذه الطريقة؟ وهو في سماه يعطي امر بغفران الخطية وخلاص، يعني ليه التجسد بالضبط؟ تفضل. التجسد كان ضرورة لإعلان حب الله للناس، لأن الإنسان أدرك مجد الله في الخليقة، عرف أن الله قادر أن يخلق، أنه مصمم عظيم، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، لكن لم يستطع الإنسان أن يختبر محبة الله. فلو فضل الله، لو بقى الله في السماء دون أن يرسل ابنه، ولازم إحنا نركز على هذه النقطة، الذي نزل إلى أرضنا هو المسيح ابن الله. وأنا بكررها تاني، إذا كان الشخص اللي سامع يعجبه أو ما يعجبوش، الكتاب المقدس واضح، أرسل الله ابنه. الله الآب لم يتجسد، الله الآب لم يصلب على الصليب،
الذي تجسد هو ابن الله يسوع المسيح، والذي صلب على الصليب هو ابن الله يسوع المسيح. وببذل الله ابنه على الصليب بيّن محبته لنا. يعني ما نقدرش نقول الله ما بيحبناش، لأن ما فيش أحسن من كده، لأنه هكذا أحب الله العالم إلى أي درجة. هل تتفق معايا دكتور لبيب أنه في يعني أنا بحسب تفكيري الشخصي، ويمكن يعني تختلف معايا أو ترد زي ما أنت عايز، يعني ده تفكيري الشخصي، أنه الله الطريقة الوحيدة اللي أعلن عنها في الكتاب المقدس للفداء هي أنه تجسد فدانا، ما أخبرناش أنه في طريقة تانية. لو كانت في طريقة تانية في علم الله نحن لا ندركها ولا نعرفها، المهم اللي عرفناه من خلاله وأعلن عنه أنه دي الطريقة. هل في طرق تانية في علم الله؟ أنا لا أدري، أنا بعرف اللي أعلنه لي. هل تتفق معايا دكتور لبي؟ من أول دقيقة الله علم الإنسان أن الفداء سيكون بدم المسيح. لما سقط آدم وحواء الله جاب ذبيحة وذبحها، وعمل لآدم وحواء أقمصة من جلد وألبسهما. الأقمصة اللي من جلد دي كانت أقمصة حيوان ذبح لكي يستر عري الإنسان. وعلى طول الطريق ابتدأ الله يرسل أنبياء يتنبأوا عن آلام المسيح، وعن أنه سيأتي، سيولد في بيت لحم، سيولد من عذراء، سيموت مصلوبا، ثقبوا يدي ورجلي، سيدفن في قبر رجل غني، دفن في قبر رجل غني، سيقوم بعد 3 أيام. وكل ما قيل عنه في العهد القديم تم في شخصه بكيفية واضحة. أشكرك دكتور لبيب. خليني أرجع للشيخ سمويل، عندك إضافة بسيطة في الموضوع؟ أنا بس عايز أقول لأخوي المسلم عبد الرزاق. أيوة كان عبد الرزاق. المشكلة في التجسد إن الله منزه عن العجز، منزه عن الضعف، منزه عن الخطأ، لكن تجسده ده يثبت عظمته. ليه؟ لأن العظيم مش في تشامخه، لكن العظيم في تواضعه. فتجسد المسيح ده عظمة رائعة لله سبحانه، إن هو قبل إن هو ينزل ويتواضع ويتجسد وأخلى نفسه وأخذ صورة جسد. طب خليني أسألك السؤال الثاني، لأنه عندنا 4 أسئلة ما تنساش. فبعد التجسد والعفو صار بإمكان أي إنسان يقول أنا مغفورة لي خطاياي. أخوي المسلم عبد الرزاق بيتساءل، وده من حق أي مسلم، وأنا تساءلته قبل الإيمان، ما صارش في رادع للخطية، صارت الخطية سهلة، أنا بآمن بالمسيح خطيتي غفرت، وكأنه في الإسلام الإنسان أنك لو أخطأت في جهنم وبئس المصير في كذا وفي كذا وفي كذا، أنك ستجر وفي سلسلة درعها 70 ذراعا، وفي عذاب القبر، وفي أشياء كثيرة كلها ترهبك من الخطية، يعني روادع تردعك عن فعل الخطية. إيه الرادع في المسيحية ما دام خطايانا غفرت في المسيح؟ تفضل. الإنسان اللي بيؤمن بالمسيح فعلا مش عقليا بس، لكن قلبيا، وبيسمح للمسيح بالروح القدس ان هو يسخن جواه، بتحدث فيه تغيير في طبيعته. فانا عندي طبيعه خاطئه، بيتوجد عندي طبيعه جديده، خلق جديد، انسان روحي جديد. هذا الانسان الروحي ما عندهوش رغبه في الخطيه لانه ده من الله. فشوف بيقول ايه مثلا في روميا 6:2، بقول لك هنبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وفي رسالة يوحنا الأولى برضو أصح 2:6 يقول كده، من قال أنه ثابت فيه في المسيح، يعني ينبغي أنه كما سلك ذاك نسلك نحن أيضا. يعني مطلوب مني ومنك ومن كل المؤمنين بالمسيح أن يعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. مش نسيبها كده سايبة. خليني أنسجها بطريقة مبسطة. تفضل. هل ممكن أقول أنه أنا في الإسلام
كنت أعبد الله خوفا وطمعا. نعم. لكن في المسيحية أنا برتدع عن الخطية حبا. نعم. في الله. نعم. وتقديرا للعمل اللي قام به من أحبني، تقديرا للموت اللي بدله عني، فأنا بقدر هذا العمل وبحترمه جدا لدرجة أنا أخجل أن أعمل خطية، أنا أعمل شيء خطية تانية. وهو في نفس الوقت يقول لك النفس الشبعانة تدوس العسل. بيبقى الإنسان اللي يشبع بعلاقة حقيقية مع الله بيرفض الخطية. ما بيجريش وراها زي الأول. فعلا الخطية هي بتجري ورايا، ولازم أنتبه ليها كمؤمن. ولازم أنمو عشان أقدر أواجه الخطية. بس الوقت اتحررت. خلينا نمشي بالأسئلة شوية. أربع أسئلة. الدكتور لبيب هو بيسأل أيضا إخواننا، بيقول لك إخواننا المسيحيين أنه بيصلوا بعلامة الصليب اليوم في كثير من المسيحيين. أرجع للسؤال الأول، السؤال اللي فات. أيوة. الإنسان المسيحي عندما يخطئ أيوة. يقع تحت التأديب الإلهي. إزاي؟ أما الذي يحبه الرب يؤدبه. فإذا كان هناك مسيحيا وارتكب خطأ وأما الله يؤدب هذا الإنسان أحيانا يعطيه مرضا فظيعا، أحيانا خسائر مادية، أحيانا آلام نفسية، كل هذه عقوبات للمسيحي الذي يرتكب الخطية. فما فيش حاجة اسمها كارت بلانش إن أنا آمنت بالمسيح أعمل ما أريد. لا، آمنت بالمسيح لكن إذا أخطأت فلا بد أن أؤدب. وكل من لا يؤدب يبقى مش إذن الله. إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، أنتم أبناء لبنين. نرجع بقى للسؤال الثاني. ماذا كان السؤال؟ السؤال الآخر أنه ده سؤال بسيط ممكن نجيب عليه بسرعة من فضلك، لو أنه أنه الصليب الآن في كثير من المسيحيين بنصلي بعلامة صليب، يعني هل اللي قبل المسيح لم يكن صليب ولم يكن أي شيء، هل صلتهم بطلة الناس اللي صلوا من غير ما يرشموا علامة صليب؟ تفضل. حكاية علامة الصليب ده تقليد لا وجود له في الكتاب المقدس. فالناس اللي بيعملوه بحسب التقليد لا بأمر إلهي. وأنا شخصيا لما بصلي ما برشمش علامة الصليب. وأنا عارف إن في عدد كبير من الناس ما بيرسموش علامة الصليب. في ناس تانية بترسمه وبنحترم العمل ده. يعني هو يرسمه لكن مالوش، يعني ما فيش آية كتابية تقول ارشم الصليب. ما هواش فرض علينا لكي نفعله، مش شرط لاستجابة الصلاة، ومش شرط لاستجابة الصلاة. يعني ربنا بيستجيب لحالة القلب أكثر من أي مظهر تاني. هذا هو الحق. يعني. طيب الشيخ صمويل، يعني بس عندي تعليق صغير. طيب في رسالة يوحنا الأولى مش هتسيبوني أخذ مكلمة تانية، بس نكمل يعني. الصورة بقول كده للمؤمنين بالمسيح اللي هم ممكن يعني يقعوا أو يزحلقوا في أي خطية. بيقول لهم يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. أنا نفسي أولادي المؤمنين ما يعوش في أي غلط. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب عند الله يسوع المسيح، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. كل يوم في فرصة للتوبة والرجوع والعودة عشان نتمتع بكفارة المسيح، الكفر أن هو يغطينا بدمه من غضب الله. يبقى إذن المؤمن ممكن يقع، ممكن يغلط، لكن مش هيستمر في الغلط، وفي فرصة للتوبة والغفران والرجوع. وطبعا الناس كتير اللي هي بتصلي بترشم الصليب ده مش غلط، يعني الناس كلها بتفتخر بصليب يسوع المسيح. الناس اللي ماتوا قبل المسيح وما عرفوش انه في صليب، وما عرفوش ناس في مسيح مات من اجلهم على الصليب وكانوا مؤمنين بالله، يعني هيعملوا ايه؟ يعني ايه وضعهم؟ ايه محلهم من الاعراض؟ خليني اقول لك ايه في رومية 2 وعدد 12، يعني كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من اخطا في الناموس فبالناموس يدان، لان الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله
بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. فسرها لي بطريقة عامية حلوة مبسطة. يعني من آدم لحد موسى ما كانش في شريعة. فالناس دي هتعاقب على أساس الضمير، إن الناس كل واحد حسب ما وصل إليه. لأن الصليب ده أساسا عشان عدالة الله، لكن في حساب كل واحد حسب ما عرف، واللي يعرف أكتر هيدان أكتر، هيحاسب أكتر. هل ممكن نقول أنه اللي جوا في شريعة موسى كان عندهم الذبائح اللي هي كانت رمز للمسيح؟ ده تحقيقا للمسيح. كل من عمل الذبائح وكأنه عمل بالحقيقة، كانوا بيشاور على صليب المسيح من الأزل. وقلت أنا المرة اللي فاتت الفكرة دي، أن في ملء الزمان في ماضي وفي مستقبل. أنا النهاردة بنظر للصليب في الماضي، على أساس أنه ماضي هم كانوا بينظروا لي إلى المستقبل، عشان كده يقول لك بالإيمان تبرروا، لأن هم كانوا بيشوفوا الصليب في المستقبل اللي هيحصل، لأن الصليب ده أزلي، مش بس حصل في ملء الزمان، ده في فكر الله وفي مشورة الله وفي إعلانات. أقول لك بس آية واحدة، خليني أخذ هذه المكالمة وحرجع لك الشيخ سمويل. سامحني. سيد محمد من فرنسا، أهلا بك. سيد محمد من فرنسا، تفضل تفضل. أنا سامع التلفزيون، من فضلك لو توطي صوت التلفزيون. تفضل. أنا تفضل أولا أهنيك على برنامجك كثير ناجح، وأنا عرفت وطيت. تفضل، أنا سامعك أخوي محمد، تفضل. يعني برنامج كثير ناجح، أنا دائما أتابعه، يعني أتابعه يعني باستمرار كل نهار. أشكرك أخوي محمد. هل عندك مداخلة في موضوعنا لليوم؟ هل عندك سؤال أو شيء؟ أنا عندي مداخلة صغيرة، يعني أنا بس بحب أعرف يعني المذاهب المسيحية هل كلهم يعني متفقين إنه المسيح هو ابن الله هو اللي فدى البشرية؟ يعني بس هذا السؤال بس بدي. حضرتك مسلم ولا إيه خلفيتك؟ بس نعرف. يعني شو بدي أقول لك؟ أنا مسلم بس يعني دائما بحضرك. انت بين المنزلتين، انا بسميها بين المنزلتين. هل انت في يعني في الوسط ما بين الحالتين، بيكون الانسان في طريق بحث عن حق، ما هو مسلم ما هو مسيحي، يعني بيدور على الحقيقة. هل هذه حالتك؟ يعني اخوي محمد سمعني؟ نعم. هل حالتك انه الان انا بس سالت، انا فقط اريد يعني هيك شيء يعني مش طيب. سؤاله كان واضح جدا. هل كل الطوائف المسيحيه متفقه على ان المسيح ابن الله، انه جسد، انه كل الحقائق اللي بنذكرها الان؟ اخ محمد، شكرا من اجل سؤالك، وشكرا من اجل بحثك واهتمامك. ثق ان الله هيقودك عشان تعرف وتكتشف الحق، وينور بصيرتك عشان تعرف المسيح كمخلص شخصي ليك. عايز أشجعك تقرأ الإنجيل بحسب البشير يوحنا، خصوصا الأصحاح الأول، بيقول فيه كده: في عدد واحد في البدء كان الكلمة، وفي عدد 14 والكلمة صار جسدا. مين هو المسيح؟ هو كلمة الله المتجسد. وقلت قبل كده أن كلمة ابن بتعني معناه مساواة. أنا لما أقول أنا ابن الستين يعني عندي 60، فلما نقول المسيح ابن الله، أو هو قال عن نفسه أنه ابن الله، لا نقصد التوالد الجسدي أبدا. ده لغة كانت مكتوبة في اللغة اليونانية، وإحنا مشكلتنا العربية أن إحنا بس عايزين ناخدها بمفهوم العلاقة الجسدية. المسيح هو ابن الله في كل الطوائف وكل المذاهب وكل المسيحيين وفي كل المؤمنين اللي هم زي أخويا رشيد وزي حضرتك. أيوة. ربنا يقودك حتى تؤمن به إيمان حقيقي. افتح قلبك ليه. ابن الله بالروح. ابن الله بالروح. افتح قلبك ليه وسلم حياتك ليه، وهتكتشف أمور رائعة. الروح القدس هيساعدك تفهمها، لأن بدون الروح القدس صعب عليك تفهم أمور روحية. أخويا محمد، هو مش زي ما لو قرأنا القرآن بنفهم بأن وكأنه المسيحيين بيأمنوا بعلاقة جسدية ما بين الله ومريم وخلف المسيح. أي واحد قارئ للقرآن، أنا ما عندي هالتفكير، يعني أنا بعرف
فده مش تفكير المسيحيين خالص في اي طائفه من الطوائف. يعني انا تفاجئت لما ما وجدتش اي طائفه بتؤمن بكده. وده فكر مفترى على المسيحيين، فما فيش الحكايه دي. انا عايز اطمنك يعني من الناحيه دي. ما فيش الزواج يعني؟ ما فيش زواج الله بمريم وخلفه المسيح، ده فكر غير موجود في الانجيل خالص. فهل عندك تعليق؟ اوكي، لا انا ما عندي تعليق. انا بس كثير انا بشكركم على التفسيرات، انا كثير استفدت منكم، بس بشكركم كثير على التفسيرات. تحب هل تحب نتابع يعني معاك، نصلي معاك اي شيء؟ احنا راهن الاشاره. يعني انا دائما اصلي معكم صراحه، يعني وانا كثير دائما بتابع برامجكم. تحب نصلي معاك الآن وتصير واحد من أتباع السيد المسيح؟ أنا بعرض الأمر عليك. مش جاهز. طيب أنا بشجعك أنك تبقى تتصل بينا وقت ما تكون جاهز. إحنا راهن إشارتك. عندك سؤال يعني صريح وصادق. ربنا يبارك أخ محمد. شكرا لأجل صدقك وصراحتك وأمانتك. ربنا يكمل معك. ربنا يباركك أخوي. ونتمنى الأخوة في غرفة التحكم ياخذوا بياناته حتى نبقى نتابع معاه ويسألوا عنه بعض الأخوة والأخوات. طيب ممكن ناخذ مكالمة تانية حتى سيد محمد من المملكة العربية السعودية. أهلا بك. مساء الخير أخ رشيد. محمد حمزة معك. مساء النور أخوي محمد، أهلا بك. أنا محمد حمزة عشان اسمي ما يلتبسش معي أسماء أخرى. محمد حمزة، أهلا بك سيد محمد حمزة. أنا من زمان ما اتصلتش بحضرتك، وحشني صوتك الجميل. الله يخليك. ده بسبب أنكم بتمنعوني من الدخول لأنكم لا تريدون الأقوياء. لا 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 يا أخي، لو كنا نريد نمنعك كنا منعناك دلوقتي برضه. أنا قدامي بطن دلوقتي وأمنعك، يعني مفيش حاجة حتمنعني. أنا سايبك أهو يعني وأنت شايف. أقسم بالله أنا بحبك. ربنا يخليك. الدخول عليكم والبرنامج مساجلات وبرنامج نقاش. ربنا. ما هوش برنامج صلوات. خلي الصلوات في اللي عايزين يتصلوا لهم والكلام ده. في برنامج اخر، البرنامج ده اسمه سؤال جريء. ايوه، لكن سامحني في مخرج تبع البرنامج هو بيقول بنعمل ايه وما نعملش ايه، فما تاخذش شغله ونطرده يعني، ما يصيرش عنده شغل هنا. تفضل. انا بحبك جدا. ربنا يخليك. وان شاء الله ستعود. فيه يا اخ في امثال 7 على 21. ايوه، اللي هو انا عندكم طبعا انتم دائما بترتكزوا على امثال 7:21. سامحني المخرج يقول لي لازم احنا وصلنا لساعه، خليك معايا شويه بسيط دقيقه يعني، احنا هنتوقف مع فاصل قصير ونعود نكمل المكالمه. سامحني يا اخويا محمد. حاضر. المكان الاردن. الزمان الخميس 28 اغسطس 2008. الحدث قتل مرتدة. الصحف مجرد خلافات شخصية. موعدنا مع الحقيقة الكاملة عن الشهيد رنا وموضوع قتل المرتد في الإسلام الخميس القادم على سؤال جريء. سلام ونعمة. هذا اليوم سنصلي من أجل الأردن، البلد العربي الغالي على قلوبنا وعلى قلب الرب أيضا. يا رب بارك الأردن بكل بركة مادية وروحية. يا رب اسكب نعمتك على هذا الشعب بكل انتماءاته وطوائفه. يا رب وحد بين مواطني الأردن واجمعهم بمحبتك السامية. يا رب احفظ البلد داخليا وخارجيا من كل أذى. يا رب ازرع السلام والمحبة في قلوب مواطني شعب الأردن الحبيب. يا رب بارك كنيستك في الأردن واعطيها نعمة أمامك وأمام الناس، واجعلها كنيسة مباركة تعكس حبك لجميع الناس. نصلي من أجل العائلة المالكة في الأردن، حماية خاصة يا رب على كل أفرادها. باركهم بكل بركة روحية في السماويات يا رب. املأ قلوبهم بمحبتك ومعرفتك يا رب.
نصلي بشكل خاص من أجل الملك عبد الله أن تبارك يا رب وتقود في قراراته وتحميه من كل شر وشبه شر. نصلي باسم المسيح الطاهر القدوس. آمين. أمين. وأنا أطلب من كل مشاهدينا أن نصلي دائما من أجل العالم العربي والإسلامي، خصوصا هذه الأيام، حتى أن الرب يغمرهم ببركاته. دكتور لبيب، متأسفين كان مضطر أنه يغادرنا. أنا بسلم عليك دكتور لبيب، ونشوفك بحلقة قادمة إن شاء الرب، ونكمل مع أخونا محمد من المملكة العربية السعودية. أهلا بك مرة أخرى. أهلا بك أخ رشيد. تفضل. نخش في الموضوع على طول. أمثال 7:21. فيه أنتوا اللي هو الدليل بتاعكم القوي اللي بتعتبروه الدليل على ألوهية المسيح. أيوة. اللي هو في أشعياء اللي هو كسائق كشاة تساق إلى الذبح. أيوة. يعني معناها المسيح فديه الى الصليب كشاة تساق الى الذبح، دليل على ألوهية المسيح. لا لا، طيب افتح حضرتك. لا، مش ده مش دليل ألوهية، ده دليل التسليم والصلب. طيب دليل التسليم، ما هو تسليم وبعدين صار إلها. هنا في أمثال سبعة على 21 فبيتكلم عن واحد ذاني، بيقول ايه؟ سجبته بكثرة مفاتنها ودوخته بمعسول كلامها. فمشى وراءها في الحال كثور يساق الى الذبح. أيوه. يعني الذاني صار الها مدام سيقة كشاة يساق الى الذبح. التعبير ده هو استعمل في الذاني، ومع ان الذاني يعني لم يصر الها اظن. فهذا ليس دليلا على ألوهية المسيح. طيب السؤال الثاني. سيدي، انا مع حضرتك، انا متعطش البيت يعني. في هنا انتوا بتقولوا انه هو المسيح الفادي من خطيئة ادم. صح. وان هو لابد ان تطبيق العدل اللي هو الموت، والمسيح هو ابن الله اللي ارسله لفداء الانسان. كل هذه نظرية الفداء بهذا التفصيل الذي تقدمونه، ما الدليل عليه من الكتاب؟ لا، أنا لا أريد مجرد استنتاجات من عقلية، أنا أريد ما الدليل من الكتاب على هذه القصة. نمرة 3، الدليل على ماذا؟ ما هو الفداء عقيدة طويلة عريضة. الدليل على أن المسيح مات على الصليب من أجلنا كفداء، أنه هو عقيدة الفداء بتتكز عندكم على انه هو ادم اخطأ. ادم اخطأ وطرد من الجنة، دي موجودة في سفر التكوين. المسيح مات من اجلنا، مصلوب على الصليب، كفار الخطايانة، دي موجودة في الاناجيل وفي الرسائل، وموجودة عليها نبوءات في العهد القديم، وموجودة عليها يعني ادلة كثيرة. فايه الدليل اللي انت طلبه يعني بحاجة ملموسة؟ على ايه المشكلة في القصة؟ هي كلها آيات، يعني ما فيش حاجة ما ذكرهاش الشيخ صموئيل مثلا من غير استشهاد بآية. الأدلة اللي قالها الشيخ صموئيل وأنا بحييه، إن هو أدلة كلها لا تقطع بهذه نظرية الفداء، أنه المسيح فدانا لخطيئة آدم. أنا عايز هذه النظرية بالضبط. طيب. أنا لا تقوم عقيدة إلا على نص. صح. ده كلام مضمون. ده كلام مضمون. خليني أجاوب سؤالك الأول، وحاعطي الشيخ صموئيل يجاوب سؤالك الثاني. أنت عارف صور التشبيه هي أولا بتلتزم بصورة واحدة، يعني بيكون وجه شبه واحد أو اثنين على الأكثر، يعني في كثير من الحالات بيكون وجه شبه واحد، فلا يمكن. والسياق هو الذي يحدد وجه الشبه. أنا لو قلت مثلا الأخ محمد وجهه كالقمر، لا أعني أنه دائري وفيه صخور وفيه حاجات كثيرة، يعني أنا بعني أنه مضيء، بعني وجه الشبه أنه مضيء. فعندما يقول كشاة تساق إلى الذبح، لا نتخذ هذا دليلا على ألوهية، نتخذه على أنه الشاة لما تساق إلى الذبح ما بيكون لها، يعني هي بتكون مسلمة حالها لذابحها. بينما النص الثاني ده تسليم أيضا لكن للخطية، فوجه الشبه هو التسليم. أنا مثلا لما أذهب لله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخره إلى آخره. هل نور الله كمشكات مثلا؟
هذا أنا أقول لك أنه دليل ألوهية، أنا كل شيء يشبه المشكات هي الله. تفضل، ما جوابك؟ يعني هذا تعسف على النص وعلى ميكانيزمات تفسير النص. والله يا أخي أنت بتتهمني من تعسف، أنا بأرى أنه أنت اللي بتتعسف في تفسير النص. أنت فسرت أنه هو عملية كشات انتزاق وهي الذبح، أنه هو مسوق باختياره الى الصليب، وانه هو هذا دليل على نظريه الفداء ودليل على انه اله. ده مش الدليل، دي نبوءه، يعني نبوءه تحققت. اما الادله هي كثيره تعد بالمئات، يعني مش دليل واحد. ما عندناش النص ده، لو قلنا النص ده هو الوحيد الدليل على قصة على قضية الفداء خلاص نشيل الدليل ده وحتندثر قضية الفداء، لا أبدا، ده بالعكس، ده يعد من أقل الأدلة، يعني في أكثرها قوة في النصوص الكتابية. لكن أنا أديتك وجه الشبه لا يحدد العقيدة بالضبط. فمثلا أنا أديتك صورة مماثلة، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. هل هذا يعني ممكن أن نقول عن الله أنه مشكات مثلا؟ طيب أنا ما أقول لحضرتك هذا التشبيه، ما هو وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه؟ أنت تقول لي المسيح والشاه التي تساق إلى الذبح. أنا قلت لك التسليم، أنه هو مشى مستسلما كما تمشي الشاه مستسلمة. خلاص، هذا دليل على ألوهية المسيح؟ ما حد قال لك أنه دليل ألوهية. دليلنا على الألوهية مثلا، أديك مثال، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. مجرد أن يذكر المسيح أنه كلمة الله هذا دليل ألوهيته. جيد، جيد جدا أخ رشيد، أنا فرحان جدا بكلامك. وأنا أيضا أنا محمد حمزة، أنا كلمة الله، والكلمة صارت جسدا هو محمد حمزة، فهذا دليل على أني أنا إله. أنا كلمة الله وأنت كلمة الله والشجرة كلمة الله والأرض كلمة الله. طب مين قال عنك كده؟ أنت شهدت لنفسك فقط، مين قال عنك كده؟ في 40 نبي مثلا تكلموا عنك وشهدوا ليك أن كلمة الله وجسد. في عندك نبوءات في العهد القديم تكلموا عنك حتيجي في المملكة العربية السعودية وحتكون كده. في عندك عملت معجزات تثبت أنك كلمة الله، تولدت من أم واحدة، رفعت للسماء، يعني ما عندكش كتير من المؤهلات اللي كانت للمسيح، فللأسف حرفض آمن بيك أنك كلمة الله. تفضل. هذه يعني أنا لا نريد التلاعب بالأراض، ولكن نريد التخاطب مع العقل مباشرة. ما أنا بتخاطب مع عقلك بنفس الطريقة اللي بتقول بها. أنت تنكر أن هذا الكون كله هو خلق بكلمة من الله؟ لا، أي أن الله، لا لا لا، سامحني. هناك فرق، لا يجرؤ شخص في العالم ولا يجرؤ مسلم واحد ولا عالم مسلم واحد أن يقول عن أي شيء في الكون أنه كلمة الله إلا المسيح وحده. لا يوجد نص قرآني ولا حديث نبوي، أنا كنت مسلم، يعني مش حتقول لي يعني موجود ولا فيش موجود، ولا يجرؤ مسلم واحد يقول عن شيء غير المسيح أنه كلمة الله. فرق ما بين خلق بكلمة الله وفرق بأنه كلمة الله نفسها أو نفسه. فحقلي الشيخ صموئيل، أنا جاوبتك على قضية الشبه دي مقتولة، ما نحاولش يعني نجر. خليه السؤال الثاني وتفضل الشيخ صموئيل لأنه عايز يجاوبك على الموضوع ده. أخ محمد حمزة، أنت أخويا وأنا بحبك، بس عايز أحذرك، أنت بتلعب بمصيرك الأبدي. مش موضوع مناقشات، هذا البرنامج مش هدفه بس مناقشات، لكن فعلا نفسنا نصلي مع كثيرين من المشاهدين حتى يقبلوا إلى الإيمان الحقيقي بالله. المسلمين بيؤمنوا بإله مجهول مش موجود فوق السماوات، وأنا عايزك من ضمن المسلمين تأتي إلى المسيح وتقبل ما فعلوا من أجلك. مفيش داعي للهروب من الحقيقة، أنت زي إنسان خاطي وتستحق الموت الجسدي والأبدي، ده في دينونة،
ما تهربش من مصيرك الأبدي، واجه الحقيقة، ما فيش حد فدانا غير المسيح. الموضوع مش مناقشة، أنا مش عايزك تيجي من الإسلام للمسيحية، أنا عايزك تهتم بحياتك الأبدية وتقبل المسيح كمخلص شخصي ليك، ده في منتهى الأهمية، ما تضيعش وقتك. خلينا نجاوب على سؤاله أيضا، هو يريد نص دلوقتي. لا بس هو قال على أمثال 7:21 جاوبناها، يعني هو هي بتكلم عن الخطية. الخطية خاطئة جدا، كمل عدد 26 لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. من فضلك ارجع للنص كله وشوف اللي انت بتقوله ايه في نفس الأصحاح اللي انت شاورت عليه، كمل بقية الآيات عشان تعرف الخطية. بس يا الشيخ سمويل، هو الإنسان اللي يريد أن يفهم يريد أن يفهم. أنا وجه الشبه بيختلف بحسب السياق. لو قلت أنت راسك حديد يعني أنت مش عايز تفهم، لو قلت قلبك حديد يعني أنت شجاع. فمش مجرد أن أشبه بنفس الشيء يعني أنه نفس الشيء، أوجه الشبه بتختلف. فهل عندنا دليل؟ هو بيطلب آية يعني نديه حسب رغبته، وهو مسؤول قدام الله. عقيدة الفداء في كل الكتاب المقدس، موضوع المسيح هو كل الكتاب المقدس، موضوع الوحي هو في كل الكتاب المقدس هو المسيح. المسيح من التكوين للرؤية، مش جاي مرة فجأة كده وواحد قال آية إن المسيح هيموت، لا ده في 300 إشارة إلى شخص المسيح في العهد القديم في كتب الأنبياء اللي هم لحد النهاردة اليهود مش فاهمينها، واليهود مش هيتطابقوا معانا. يعني لما يقول مثلا في لوين 17 بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، نفس الكلام ده موجود في عبرانيين 6:11 بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ازاي العهد القديم يتطابق مع العهد الجديد في مفهوم واحد بيقدم فكرة واحدة ان المسيح فدية وكفارة لكل العالم؟ في عشرات الايات اللي انا قلتها لك، خليني اقول لك كم آية تاني وانت ارجع لهم. مش هقول بس النص، في بطرس أولى 1:18-20 بيتكلم عن المسيح فدية من منذ الأزل. خلاص خلينا ناخذ مكالمة ثانية. وعندنا صديقك اللي ذكرته من شوية، الشيخ وليد. أهلا بك يا شيخ وليد. أهلا بك شيخ وليد. أهلا وسهلا كيف الحال؟ ربنا يخليك. تفضل شيخ وليد. طيب قبل ما تفضل، أولا هل عندك أسئلة؟ ممكن لو عايز، انا دايما عندي اسئله، ده سؤال جريء وانا بخزنهم. انا هاخد اول سؤال، يعني انا بخزنهم. طيب قبل ما توجهي سؤال، عايز اوجه انا كلمه للمتصل السابق. لست كلمه الله، ولا يصح ان تقول عن نفسك كلمه الله. اشكرك على صراحتك يعني في 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 المساله، يعني دي واضحه. وليس معنى كونك خلقت بكلمه الله انك كلمه الله. اذا ايش الشيء المميز في المسيح ان الله يقول عنه كلمته؟ طب انا اقول لنا كلمه الله، ده كلام يعني لا يصح ابدا. وانا عارف انا يعني الانسان يريد ان يكون يعني يقول الحق في النصوص. انا أخ وليد، أنا بشوف أنه كتير من أخ رشيد برضو، معلش أنا آسف، بس عايز أوجه النداء أيضا للمسلمين. مش أيوة. معنى أنت عايز ترد عن دينك أن أنت تقول كلام غير مقبول. يعني يا إما يكون عندي جواب صادق، خلونا صادقين مع أنفسنا، خلونا صادقين، يا إما يكون عندي جواب صادق يا إما أسكت. يعني لازم أن أنا أشهد بالعكس، على الأقل أسكت. إنما أنا أقول كلام غير مقبول في شريعتك كمسلم، يعني لا يصح أبدا أبدا. طيب أخ وليد، أنا رأيت أنه الكثير من المسلمين يعترضوا على قضية الفداء بقولهم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبصراحة أنا يعني بتفق مع المبدأ على فكرة، لأنه إحنا نقول كمسيحيين أن المسيح ليس بوازر، هي كل وازر لا تزر وازرة، يعني كل إنسان خاطئ لا يحمل إنسان خاطئ تاني ذنوبه. لكن المسيح بنقول إحنا ما كانش خاطئ، هو ليس بوازرة أصلا، فهو يستطيع أن يحمل أوزارنا. لكن في نفس الوقت أنا وجدت أنه الإسلام في بعض الحالات استثنى، أو كان هناك استثناء للآية ديت. مثلا في حديث في صحيح البخاري في خلق باب خلق آدم وذريته، يقول قال رسول الله، هكذا يقول الحديث صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل.
فده دليل الأول. ودليل الثاني أنه الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني ممكن حد ياخذ ذنوب حد ثاني، ده دليل الثاني، ده موجود في صحيح البخاري في كتاب الجنائز. أما دليل الثالث واعتبره هو الأقوى، واعتبر أنه فيه ظلما وليس عدل من الله بحسب ما أراه أنا، أنه يقول يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، موجود في صحيح مسلم باب سعة رحمة الله كتاب التوبة. تفضل أخ وليد. طيب أنا أولا هذا الحديث التقييد أنا لم يكن عندي علم به، صحيح مسلم؟ موجود في صحيح مسلم أنه يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين، ما عنديش الرقم لكن هو موجود في صحيح مسلم باب سعة رحمة الله. الحديث قد إذنك أول لفظه يجيء يوم القيامة، ده أول لفظ الحديث، أو ممكن أقول لك مين اللي رواه، عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه عن النبي، يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، صحيح مسلم باب سعة رحمة الله كتاب التوبة، ممكن تلاقيه في كتاب التوبة. أنا ما باخدش أرقام الحديث لأنه على فكرة بيختلفوا من نسخة لتانية، فما صرتش حب استشهد برقم الحديث. مكتوب كتاب التوبة في أي باب؟ في باب سعة رحمة الله. هذا جميل قوي لك. فتفضل. طيب انا سأبحث عن هذا الحديث. نعم. انا اول مره اسمع عنه. نعم. ولا اعلم من قبل. خلينا في النقطتين الاولين. ايوه. الا كان على ابن ادم الاول. كفل من دمها. كفل من دمها، ايوه. لا تقتل نفس، تعود على النفس، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. ده دليل على أنه إنسان ممكن يحمل يعني جزء من تبعية الخطية، يعني وكأنه أنه الخطية تتبع الإنسان. أزود لك أنا كمان حديث. أيوة. شوف عندك كمان حديث: من سنة الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. أيوة. يوم القيامة. أشكرك ذكرتني بالحديث، أنا 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 فعلا قابلت الحديث ده مرة. تمام. إذا هو نفس المعنى. صح، إن الإنسان ممكن أن يتحمل أوزار غيره. جميل. طيب رقم واحد، لا تنسى في هذا الحديث أنه يتناول خطأ يفعله الإنسان الجديد. أنت هنا هتتكلم على الجزئيتين، جزئية أن الإنسان يتحمل وزر غيره، هذه الجزئية رقم واحد. ورقم اثنين أنه غير مشترك في الوزر الذي اشترك الذي فعله الآخر. متفق معايا ولا مختلف؟ صح، متفق معايا؟ أنا بتفق معاك على التفسير اللي بتديه أنت للآيات. خليني أشوف الفكرة بوضوح عشان أشوف الفكر العام والاستنتاج اللي حتوصل لي. طيب جميل. الذي يظهر لي هنا أن هنا الآية معكوسة، الوضع هنا معكوس، هو واحد أخطأ فكل واحد يخطئ بعد كده من نوعية هذا الخطأ الذي تسبب هو فيه هو يتحمل وزره. هذه القضية تختلف تماما. انت بتتكلم عن المادة او بتتكلم عن المثل؟ لا، انا بتكلم عن هذا كمثل. انا بتكلم عن مخالف تماما لقضية تحملنا لخطيئة ادم. لان ادم هو الذي ليس يتحمل الخطيئة، انا اللي بتحمل خطيئته وانا البريء. لا هو على فكرة قلنا لادم يتحمل وزري، يعني ممكن افهمها شوية، انما انا اتحمل وزره ليه؟ طب انا ذنبي ايه؟ طب ما ده كده، ما ده ظلم يعني. انا اجي تجي انت يا ربنا بتخلقني كده وانا يعني انا ظالم؟ لا، هو احنا نقول انه الانسان خلق بطبيعة خاطئة ورثها من آدم. وأنا بتفضل الشيخ سموئيل، أنت طرف في الحوار أيضا، ما مش عايزينك تكون حوار ثنائي وأنت عهد هنا. أهلا بك شيخ وليد. إحنا خلق الشر في الإنسان؟ لا، نحن لا نقول أن لا 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 لا، ما تقولنيش ولا خرجت من فمي بتاتا أن الله خلق الشر في الإنسان.
هو الذي نقول أنه آدم أخطأ فتغيرت طبيعة الإنسان وصارت طبيعة خاطئة. وأعتقد أن الشيخ صموئيل سيضيف ما قلناه في الحلقة الماضية أنه آدم يحاسب على الذنب اللي فعله، لكن إحنا ورثنا طبيعة خاطئة، والدليل أننا نخطئ كل يوم ونمارس هذا الخطأ دليل. معلش أنا مش عايز أقطعك، أنا آسف أنا بقطعك. هل أنا أتحمل خطيئة آدم ولا أنا علي وزر الأخطاء التي تنجم عن طبيعتي الخاطئة؟ تفضل شيخ صموئيل، ده سؤال ممكن تجاوب عليه. أهلا بك شيخ وليد معنا، ربنا يبارك حياتك وشكرا لأمانتك ومحبتك واحترامك والأسلوب الرائع اللي أنت بتتكلم بيه معنا. كل الناس بتحبك لأنك أنت شخص يحب. خليني أقول لك آية في سفر حزقيال 18 وعدد 20، يقول الكتاب: النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من اسم الأب والأب لا يحمل من اسم الابن. كل واحد بيتحمل نتيجة خطيته. احنا خدنا بس الطبيعة اللي هي ميالة للشر دي ورثناها، ومش مهم ان احنا نتكلم في الموضوع ده، لكن كلنا بتوافقني ان احنا كلنا خطاة واجرة الخطية هي موت، وده الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه النهاردة. نعمل ايه مع اخطائنا اللي احنا كلنا وقعنا فيها؟ فما فيش انسان بيتحمل نتائج او عقاب لخطايا انسان اخر، انا بتحمل نتيجة اللي أنا عملته، حضرتك كمان وكل مشاهد. يبقى احنا بنتحاسب على اللي احنا عملناه، ملناش دعوة يعني بخطية آدم. يخلصنا من خطايانا احنا، مش من خطيئة آدم، من الاتنين. ما هو دفع ثمن خطية آدم ودفع ثمن خطايانا ودفع ثمن خطايا كل العالم. عشان كده قلت في الشرط الثاني من الشروط اللي قلتها النهاردة ان هو غير محدود، وان هو فدية يكفي. يا ريت تفهمني لان انا ما فهمتش النقطة دي. هل انا الان علي خطيئة ادم ولا لا؟ اذا كان المسيح هيخلصني عن خطاياي انا بس، يعني ده موضوع يسير. لا، هو بيخلصك انت شخصيا عن خطاياك انت. انت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن خطاياك، وايضا عن طبيعتك الخاطئة. هل انا غير مسؤول عن خطيئة ادم؟ طبعا. شخصية غير مسؤول عن خطية آدم، بس أنت ورث منه طبيعة خاطئة. جميل. يعني إذا أنا لما آدم نزل إلى الأطفال، ما هو ده اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت، يعني هو نفس المعنى لما قلت لي جحد آدم فجحد ذريته. قلت لك لأن ما فيش خطيئة في الجنة، فلما نزل إلى الأرض أصبح موسم الابتلاء، هو نفس المعنى وصلنا إليه يعني. طيب كويس. فده اللي عايزين نتفق عليه، يعني نتفق على جزء معين من الحوار. فما فيش مانع انه المسيح يحمل خطايانا، انا ما شفتش انه في مانع انه المسيح يجي ويحمل خطايانا ويكون فداء عنا. ما فيش اي شيء يقول انه هذا لا يمكن ان يحصل. طيب خلينا بس اول حاجه نثبت النقطه الاولانيه. احنا اتفقنا ان انا الان المسيح لا يتحمل عني خطيئه ادم، المسيح يتحمل خطيئه ادم منه لي. خارج هذا الموضوع. وطبعا والطبيعه والنهار اللي انا بعملها، والطبيعه الخاطئه، لان طبيعتنا الخاطئه بطبيعتها لا تستطيع ان تتصالح مع الله، فكان لازم الفداء حتى يصلح هذه العلاقه ما بيننا وبين الله. طيب جميل، اذا النقطه الاولانيه خلصناها. جميل. دلوقتي يا طب معلش، انا اسف ان انا هاخد عن سؤالك، بس انا سمعت شيء في الحلقه مش قادر افهمه. ايوه، كاني سمعت الاخ لبيب الاول، يعني الشيخ صموئيل قال ان الله تجسد في صوره ابنه او تجسد في المسيح، وبعدين الاخ لبيب لما جاء قال لا، الله لم يتجسد، الله ارسل ابنه ولم يتجسد. لا 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 انا فهمت غلط. لا ما قالش كده. هو بس انا فعلا حاولت افهم. هو قال الاب لم يتجسد، لو حب للتدقيق. بصفة عامة الله ظهر في الجسد، بصفة خاصة لو أحببنا التدقيق، كلمة الله هو اللي صار جسدا وليس الله الآب. فنحن نميز في التدقيق، أما بالعموم هو الله ظهر في الجسد. وأنا ما كنتش حابب أخش للموضوع ده لأنه ده بيختص بالتالوت، بموضوع حلقة خاصة عن التالوت. أنا أتعرض لي بس أنا حسيت إن أنا اختلط علي. لا، هو قال هو لأنه بنعتبر كلمة الله هو الله نفسه، فنحن ممكن أن نقول أن الله ظهر في الجسد، لكن لا يمكن أن نقول أن الآب ظهر في الجسد عند التدقيق. ولا الروح. يعني من غير شرح، يعني عايز تقول ان الله هو غير الاب،
الآب هو الإله الكلي. لا خليني أقولها لك بطريقة تانية. لو قلت أنا مثلا أنا أعطيك مثال بسيط جدا، مثلا لو قلت أنا سمع الله أو علم الله ظهر في جسد، لا يمكن أن أقول أنه مثلا بصر الله أو بصر الله هو اللي ظهر يعني بالتدقيق، لكن ممكن أن نقول أن الله ظهر بصفة أن علمه يمثله. فدي الغاية. أشكرك أخ وليد لأنه صار معنا 5 دقائق صدقني. أشكرك أخوي وليد، أنا متأسف أنا مضطر نمر لي بس سريع الأخ وليد. تفضل، هو لسه معنا ممكن ناخده مرة تانية. الله واحد في جوهر واحد وذات واحد، ولكنه قائم بتعييناته، كل تعيين من تعييناته لا يكون جزءا من ذاته بل ذاته بعينها، لأنه تعالى غير مركب، وتعيينات الله هم عين جوهره، لذلك يكون كل تعيين الله، الله الأزلي. أنت بتحرق حلقة ممكن ترجع تاني ويعني لا أنا عايز أساعده بس لأنه بيسأل بصدق. تحرم يعني نفسك من حلقة أخرى. لا خلينا نمر. أشكرك شيخ وليد على المشاركة الحلوة، وأنا معجب جدا بأدبك، وأنقل لك إعجاب الكثير من المشاهدين بك. أعتقد أنه راح منا الأخ وليد. ممكن نأخذ مكالمة أخرى من سيد رانس أو رنا. سيدة رنا سامحيني الكتابة ما كانت واضحة أمامي. مرحبا أخ رشيد، معك أسفة كثير. لا ما عليش، معك أخ رشيد. تفضلي، أهلا بك. وسلام ونعمة لضيفك العزيز الشيخ صموئيل، كانت معنا مرة قبل كده. تفضلي أخت رنا. أنا بباركم على هذا البرنامج الرائع، إنه كثير فتح عيون لناس كثير كانت عمية، وإحنا بنصلي لكم الرب يستخدمكم أكثر وأكثر. آمين. أخ رشيد، أنا من خلفية إسلامية. أشكر من الطائفة الشيعية. أنا أشكر الرب من أجلك، الرب له أبناء من كل الطوائف على فكرة. آمين آمين. إحنا أم وثلاث بنات وأخوي، إحنا كنا مؤمنين. يا رب نشكر الرب، ده خبر مفرح جدا. ربنا يبارككم كعائلة كلكم. الله يباركك. لكن مشكلة إنه عندنا أخت رابعة. أيوة. هي ما تقبل تيجي للرب، وإنت تعرف إحنا الطائفة الشيعية ما تؤمن بالكتب السنية، يعني الكتب صح أنا عارف تطرحها صح. صحيح البخاري وصحيح مسلم ما عندها قيمة عندهم صح. الطائفة الشيعية ما تعترف بها نهائي، وتقول انه الاسلام هو الطائفة الشيعية فقط لا غير. صح. احنا حنعمل على فكرة حنعمل حلقات خاصة بالشيعة في فريق اعداد البرنامج بيعد فيها للموسم القادم بنعمة الرب. امين. وفي سؤال بخصوص الفداء. أيوه. كيف الله تجسد وكيف الله قبل فترة هي أختي أجت زارتنا مع زوجها وانفتح الحديث، وهو زوجها من النوع المتعصب جدا ويجبنا نرجع للإسلام. يا ريت لو بسرعة لأنه قدامي دقيقتين. نعم. بس السؤال هو يقول إذا أنه المسيح تجسد والله دز ابنه الوحيد حتى يفدي الناس، والناس لما تآمن به راح تخلص. فكيف البقية قبل المسيح قبل الرب يسوع ما يجي؟ أشكر. كيف هدول يخلص؟ أشكرك أشكرك أخت رنا، ده سؤال جاوبنا عليه. ممكن تعيد مرة ثانية؟ لا، أقول لها آية واحدة ترجع لها في رومية 3:24-25، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة. يعني إذن فداء المسيح ممكن لكل الناس اللي أخطأوا قبل المسيح أو بعد المسيح أو حتى النهاردة، وليكي ولإخواتك ولكل العيلة ولكل الناس. ببساطة اللي كانوا من غير شريعة حاسبهم الله على حسب ضميرهم، واللي كان عندهم الشريعة كانوا بيقدموا ذبائح وهي ترمز للمسيح، واللي الآن بيأمنوا بالمسيح. أشكرك الشيخ صموئيل. شكرا لك. ونشكر القس لبيب ميخائيل رغم أنه مش معانا الآن، ونتمنى نشوفكم في حلقات قادمة. موعدنا الحلقة القادمة مع قضية قتل مرتدة وقضية قتل المرتد بصفة عامة في الإسلام.
موعدنا الحلقة القادمة، نشكركم وإلى اللقاء.